بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لن أتكلم بلسان حزبي أو نيابي أو إعلامي أو حتى أكاديمي. اليوم سأتكلم بلسان الأكثرية الصامتة من ثلاثة أجيال في وطننا العربي الممتد من الجرح إلى الجرح. بعد نكبة العرب في فلسطين علمونا في مناهج التربية والتعليم بأنه إن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، فسكتنا وسكتنا وسكتنا، وقالوا لنا حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس. حطينا راسنا بين الروس ولم يتوقف قطع الروس، وقالوا لنا فكوكم من السياسة وامشوا الحيط الحيط، ويا بني ويا بنيتي جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. فجانبنا السلاطين ولكنهم أبدا ما توقفوا عن البطش بنا، رغم صمتنا ورغم وضعنا لرؤوسنا بين الرؤوس، ورغم مشينا الحيط الحيط، ورغم اهتمامنا بالفن والرياضة والأغاني ومسلسلات الجن بدلا من السياسة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه. اليوم أتحدث باسم ثلاثة أجيال منكوبة في هذه الأمة. سمعناكم كثيرا، سمعنا جعجعتكم ولم نر طحنا. أقنعتمونا بأن علينا أن نسلم أمرنا لولي الأمر، فماذا صنعتم بنا وأين نحن اليوم؟ أقنعتمونا بأننا قطيع من الخراف عليه أن يتبع الراعي وعصى الراعي وكلب الراعي، ولكننا اليوم هنا لنقول لكم بأن الصمت خيانة، وأننا ما عدنا نقبل بأن نلعب دور الأكثرية الصامتة، ولسنا قطيعا من الخراف يجر إلى المسلخ. نحن شعب، نحن أمة، والأمة مصدر السلطات. لسنا دمى ولا بيادق على رقع الشطرنج الخاصة بلعبة أممكم. لسنا جثة تتقاسمها ذئاب الأرض وتنهشها أبناء آوى في داخلنا ومن داخلنا. نحن صقور ونسور وأسود، لسنا حمائم ولا ضباء. نحن أمة خالدة لا تموت ولن تموت، وصفقة القرن وكل المؤامرات التي تحوكها أيدي الغدر والظلام لن تمر، وفينا طفل واحد لن تمر، وفينا امرأة ولا شاب ولا كهل ولا رجل لن تمر. فكلنا اليوم رجال، طفلنا رجل وامرأتنا رجل، كلنا اليوم نعلنها من هذا المنبر. لا لصفقة القرن المعيبة، لا لورشة البحرين المذلة. عار عليكم، عار عليكم أن تهرولوا في حين تغيب العروس عن هذا العرس. ماذا تذهبون لتفعلوا هناك؟ ماذا يذهب العرب في ظل غياب فلسطين المعنية بهذه الصفقة؟ هل تذهبون لتصفقوا للجاني وللمغتصب على اغتصاب الضحية في غياب العروس، وتدفعون ثمن اغتصابها من خزائنكم، من خزائن مالنا، من ضرائبنا، من أموالنا، من عرقنا، من كدح أبنائنا، لترشوا الشعب الفلسطيني وتضغطوا على الأردن وأحرار الأردن ليبيعوا الأردن وفلسطين؟ نحن اليوم لنقول
إن هذه الصفقة لن تمر، وفينا عرق وفينا دم وفينا نسم يتنفس الهواء. نحن لسنا ألعوبة ولا أضحوكة، ولن نسمح بأن تعيرنا الأجيال القادمة وتقول هؤلاء من باعوا أرضهم، هؤلاء من باعوا قضيتهم بثمن بخس. فلسطين ليست للبيع، والأردن ليس للبيع، وسوريا ليست للبيع، ووطننا العربي سينهض كالعنقاء وسيعود ليجد مكانه بين الأمم. علينا أن نفهم أننا بصمتنا سمحنا بأن نصل إلى هذه اللحظة، ولكن عصر الصمت ولا، ولن يجدوا منا بعد الآن إلا الصراخ، ولن يجدوا بعد الآن إلا الرفض، ولن يرونا إلا نسورا وصقورا وذئابا وأسودا، ولن نقبل ولن نركع ولن ننحني ولن نبيع. شكرا.